أعلن مسؤول المكتب الإعلامي التابع لقوات حفت الرياض الشهيبي الخميس عن إطلاق سراح محمود الورفلي الملقب بضابط الإعدامات جاء ذلك بعد أن أعلن الرائد في قوات حفتر محمود الورفلي الثلاثاء تسليم نفسه إلى إدارة السجون والشرطة العسكرية التابعة لحفتر للتحقيق معه بعد ضغوط دولية نتيجة انتشار وتكرار فيديوهات إعدام نفذها بدم بارد بحق موقوفين، وقد أثار موالون للرائد محمود الورفلي المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية حالة من الفوضى في مدينة بني غازي شرقي ليبيا عقب تسليمه نفسه لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وأكد شهود عيان أن مسلحين عسكريين ومدنيين موالين للرائد الورفلي أغلقوا الليلة الماضية أغلب الشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة احتجاجا على اعلانه تسليم نفسه للشرطه العسكريه التابعه لقوات حفتر ببلده المرج الشرقيه بني غازي لتحقيق معه في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وكان الورفلي اعلن في تسجيل مصور عزمه على تسليم نفسه للشرطه العسكريه التابعه لقوات حفتر ببلده المرج واوضح ان ذلك ياتي لاستكمال التحقيقات الخاصه بمحاكمته فيما يتعلق باتهامه بارتكاب جرائم حرب تتمثل في الاعدامات المتكرره بمدينه بني غازي وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عدة مذكرات توقيف بحق الورفلي بعد أن نشرت له مقاطع مصورة خلال تنفيذه إعدامات ميدانية بحق أشخاص قيل إنهم متهمون بالإرهاب. وكان آخر هذه المذكرات طلب من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في يناير الماضي إلى السلطات الليبية بتسليم الورفلي للمحكمة الدولية بعد اخر فيديو ظهر فيه وهو يعدم تسعه اشخاص امام مسجد في مدينه بني غازي